طيب خلينا نروح لواحد من نجوم النادي الاهلي الكبار، النجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم. يا ابو مسلم ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن اسلام، عامل ايه؟ عامل ايه؟ وحشني جدا. حبيبي وانت كمان. انت مش باين، مختفي، انت مش عايز تيجي لنا يوم ولا ايه؟ لا خالص، على عينيا. ده بيتك يا اسلام، عينيا. تنور. اه طبعا ده بيتك وتنور اي وقت فيه طبعا. حبيبي ربنا يخليك. خليني بس اسالك على أداء النادي الأهلي من وجهة نظرك خلال المرحلة الأخيرة، هل شايف الأداء جيد خصوصا بعد 10 انتصارات متتالية؟ أكيد طبعا يا كابتن اسلام، الفترة اللي فاتت النادي الأهلي بيأدي أداء جيد جدا، بالدليل أنت آخر ماتشات بتكسب 4 وبتكسب 3 وبتكسب مكسب كويس، ومش مكسب بس، أنت بتكسب بأداء مميز كمان. وخلي بالك كولر كمان بيعمل روتيشن بشكل مميز، احنا شايفين النهاردة ما عندناش اختلاف، شفنا السولية ابتدى يرجع بشكل مميز جدا. بتتكلم على رجوع مؤثر جدا النادي الاهلي، الي ديانج رجع تاني للمستوى المعروف اللي بتتكلم عليه، وسام ابو علي رجع تاني بعد الاصابه اللي كانت موجوده في المنتخب، مع المنتخب الفلسطيني ما كان موجود. فانت بتتكلم في لعيبه كتير بقى لها فتره ما كانتش بتلعب بشكل اساسي. صحيح. بنشوف مثلا على فترات محمد هاني ابتدى ياخد جزء من الراحه اللي انت كنت بتتكلم فيها. فشايفين مثلا التاقلم بقى اعلى شويه لكريم فؤاد تحت الشمال، اللي احنا كان عندنا مشكله فيها بعد غياب علي معلول طبعا. فانا شايف النادي الاهلي المميزات كبيره جدا، في ضغوط مباريات كانت الفتره اللي فاتت اللي هي التاجيلات، في ظل الظروف اللي احنا شايفينها والاحداث واللي شايفينها الفتره دي كلها، النادي الاهلي ثابت مستوى، ثابت اداؤه بشكل مميز جدا في اداء. انا شايف اللي هو لحد دلوقتي مطمن بشكل كبير، بالذات انت عملت ضغوط على الفرق الثانيه اللي هي بتحاول تنافس معاك من اول. الاهلي بيكسب بتلاقي الدنيا كلها ابتدت تحاول تعمل اي مشكله عشان الاهلي يبقى يتكعبل في النتائج، بس الحمد لله النادي الاهلي ما تاثرش بالكلام ده كله. طيب اداء جيد خلال الفتره الاخيره من وجهه نظرك، هل عدم لعب مباراه الزمالك وانسحاب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي في مباراته قد هيفرق مع النادي الاهلي ايجابيا خلال المرحله اللي جايه، ولا هي في المباراه بتاعه الجيش فقط؟ لا بالذات، بالعكس، انا لسه هقول لك كمان، ده احنا بنذكر نادي الزمالك الفتره دي، خلي بالك انت بتتكلم النادي الاهلي كان جاي يعني كان في فتره ارهاق بشكل كبير جدا، وانت عارف مباريات القمه بيكون فيها اداء الضعف الجري والمجهود والتحمل. صحيح. فده كله لما النادي الاهلي بناخد 3 بونت في راحه، اللعيبه كلها كانت محتاجاها الفتره اللي فاتت، فدي حاجه جميله جدا. احنا بنتمنى ان شاء الله على طول السنه كلها تبقى زمان. انت ازاي؟ بتتكلم طبعا ان شاء الله، يعني نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه الدنيا تبقى، يعني انا شايف ان النادي الاهلي اكيد ركز في بطوله الدوري بعد. بعيدا عن كل ده انا عايز اسال بس، هل ده هيفرق في ماتش الجيش فقط ولا يفرق مثلا اسبوع 10 ايام؟ لا هيفرق، خلي بالك يا كابتن اسلام، في كتير في 10 ايام. خلي بالك انت بتتكلم أيوة. في لعيبه الفتره اللي فاتت، يعني انا اديك مثلا صغير كده، عبد المنعم كان فتره مطحون فيها، بتتكلم على محمد هاني مطحون في المنتخب، ويعني وصل للمرحله خلاص مفيش راحه. فمحمد هاني كان برضك مؤثر مع المنتخب ومع النادي الاهلي. بتتكلم مثلا امام بعد الفتره كان فيها اصابه، بطل ياخد كيرف ويعلى عالي عالي، تلاقي نفس الفتره اللي فاتت حصل فيه دروب، صح ولا غلط؟ مظبوط. فده طبيعي عشان فتره الاصابه، الفتره اللي خد المخزون البدني بتاعه ابتدى يقل، فده طبيعي في كره القدم، طبيعي ان انت تاخد فتره بتعلى تاني وتوصل للتوب فورم، وبعد كده تبتدي تنزل الكيرف، يعني انت فتره الراحه بتاعتك. وانا مبسوط اللي كولر دلوقتي ابتدى يعني نوعا ما يريح اللعيبه اللي هي عندها مشاكل، اللي كان عندها الفتره اللي فاتت اصابات عندها فيها تحمل كبير جدا. وانت خلي بالك لو جينا نتكلم الاصابه بتاعت علي معلول هي، خلي بالك ممكن تبقى حمل زايد، عشان تبقى انت فاهم برضه في الموضوع. يعني من ضمن الاصابات بتاعته ممكن حمل زايد، اللي هو زي ما احنا شايفين الراجل بيلعب، لا يعني حمل لعب مباريات كتير يعني. ايوه، ما انا بقول لك حمل زايد مش في التمرينات. اصل حمل زايد ده تمرين. لا لا خالص يا حبيبي، انا بقول لك حمل بدني، احنا بنتكلم في الماتشات التمارين خلاص، احنا بنتكلم النادي الاهلي بيتمرن تمرينات خفيفه جدا، ما بيتمرنش اساسا. بالظبط. قعدت الشفاء حاجات بسيطه، يعني الناس كلها اللي بتنزل اللي ما لعبتش اللي هي الماتش بتلعب تقسيمه صغيره، والناس الثانيه بتعمل اعاده شفاء. صحيح. وخلاص من ده. انا بكلمك علي استهلاك، لا استهلك بشكل كبير جدا. فعشان كده احنا نتمنى يكون في مواعيد محدده، مش كل ما يحصل اي دربكه لاي فرقه يجي يقول لك لا احنا لازم الناس تلعب مهاجرات الاول. طب ما انت بتلعب بقالك 5 ماتشات او 6 ماتشات، يعني انت جاي تلعب، ما تجي بتتكلم على شوف نتائجك الاول. نتمنى الفرقه كلها عشان الدوري يستمر بشكل كويس، الناس كلها تركز او تبص في رؤيتها يا كابتن اسلام، مش كل شويه. صحيح. انت حاطط يعني ده بطل افريقيا، انت ما تقارنش نفسك بطل افريقيا، فلازم يكون في يعني في استوعاب او ناس بتفكر بصالح الكره المصريه. صحيح. طيب برضو كابتن ابو مسلم، في ظل هذه الضغطه الكبيره جدا جدا اللي احنا شايفينها للنادي الاهلي، وفي ظل يعني مطالبات البعض
ان الفتره اللي جايه دي ان الدوري ينتهي قبل كده كمان، يعني هل نقدر نضغط نفسنا اكتر من كده؟ هنلعب يعني يوم ويوم يا كابتن، مش عارف. ما انا برضو والله يا ابو مسلم الواحد بيسمع حاجات غريبه جدا. انا شايف دلوقتي، ما انت خلي بالك، طول ما النادي الاهلي رجع تاني للطريق الصحيح وخلص البطوله الافريقيه، انت قبل البطوله الافريقيه يا كابتن كان حد بيتكلم؟ ما كانش حد بيتكلم. صحيح. لما النادي الاهلي خد البطوله الافريقيه ابتدت الموضوع النغمه تبتدي لاجهاد، وناس بدات قالت لك في الاعلام احنا بقى لنا من ساعه موسم الكورونا خلصانه من امتى يا كابتن اسلام؟ الكورونا بقى لها مثلا بتاع اربع مواسم ولا ثلاث مواسم. صحيح. طب ثلاث مواسم لسه لحد دلوقتي المكنه شغاله، يعني لسه احنا متعاملين لحد دلوقتي. فانا بتكلم لازم يكون برضك في احترافيه وفي عقليه في الكلام. احنا بنتكلم بس انا شايف في منابر كتير جدا عماله تطلع تتكلم وبتتكلم في النادي الاهلي، لا ازاي وانا بلعب ازاي قبليه وهو بيلعب ازاي؟ طب ما انت بقالك فتره بتلعب وانت نتائجك وحشه. فانت دلوقتي ما تجيبش النادي الاهلي او افترف في مشكلتك مع اتحاد الكره المصري. ده اللي انا شايفه او مقتنع. احنا بنتكلم في خلل ما عندناش مشكله، بس الخلل على الناس كلها في الحكام. برافو عليك، هو الخلل على الناس كلها مش على النادي الاهلي بس، ومش النادي الاهلي هو السبب فيه بس. وخلي بالك كابتن اسلام، في فرق ثانيه استفادت من الخلل ده 100%، يعني لو مشيت مظبوطه انت هتلاقي نفسك بتتعادل، في فرق بتتعادل كل ماتش. ما عندهاش اللعيبه اللي تقدر السوبر تقدر تعمل لها الفارق. صح. فانا بكلمك عندنا خلل، عندنا خلل في التحكيم، منظومه التحكيم كلها فيها خلل. الاول بص وبتتكلم، لو كان فيريرا دوت ولا كلينبرج الاثنين كانوا ماسكين في الدوري اليوناني يا كابتن اسلام مع بعض هما الاثنين، وفشلوا ومشوهم، احنا جبناهم تاني ليه؟ يعني واحد سبق واحد. صحيح. فانت بتتكلم لازم لما انا اكون انا مقتنع بحد هجيبه اشوفه هو اول البلان بتاعته اللي كان شغال قبل كده في النادي كان عامل ازاي؟ او في المواسم الفرق الثانيه عامله ازاي؟ فاحنا بنتكلم لو كان التحكيم المصري، احنا بنتكلم في كلتا الحالات ما كانش يحصل المشكله احنا فيها الكبيره دي. فاحنا بنتكلم في تحكيم، في احنا بنتكلم على المواعيد الماتشات. هو انت دلوقتي ما تضغطش على اتحاد الكوره عشان يضغط على النادي الاهلي، النادي الاهلي لما بيطلع قرار هو درسه 1000%. فنتمنى الناس اللي هي بتحاول تطلع قرارات هي مش درسها مش قانونيه تبقى تبتدي تتكلم عن نفس على فرقتك، بس ما ينفعش تتكلم على فرقه خصم او تتكلم على نادي القرار. انا معاك في هذا وانا ده اللي انا بطلبه. ليه دائما البعض بيحاول ان يستدعي اسم النادي الاهلي في اي كلام انت بتقوله؟ دافع عن ناديك وموت نفسك في دفاعك عن ناديك، ولكن لا تستدعي اسم النادي الاهلي. هي دي النقطه بالنسبه لي اللي بتمثل علامه استفهام كبيره جدا. انا على فكره كابتن اسلام، انا عايز اقول لك نقطه. اتفضل اتفضل. هو انت مش عيب تدور على حقك، برافو عليك يا ابو مسلم، برافو عليك. على فكره احنا بنتكلم وحضرتك وانا وهنا 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 وهنا، اتعودنا على ايه؟ ان احنا لما بنتكلم بندافع عن النادي الاهلي وما بنجيبش سيره حد تاني. بس كده، هو زي ما انا بقول الكلمه كده، بقول له بص في ورقتك، انت تبص في الورقه بتاعتك، انت اطلب حقك، اطلب حقك وانت شايف ان انت مظلوم. صحيح. تطلب حقك في ظل اللوائح، في ظل الشروط اللي انت وافقت عليها ولعبت عليها. ما ينفعش لما يحصل لي خلل في ماتش او ماتشين اقول لك انا من اول، والناس اللي تطلع بقى البرامج الزملكاوي والبرامج مش عارف يقول لك احنا قلنا من ايام الكورونا. الكورونا يا جماعه، احنا الكورونا بقى لنا 3 سنين ولا 4 سنين الدوري شغال. فاحنا بنتكلم لازم دلوقتي الناس يبقى عندها عقليه وعندها عقل وعندها، احنا بقى لنا كتير اتاخرنا يا كابتن اسلام. احنا بنتكلم ان احنا عندنا يعني الدوري بتاعنا بعد ما كان اقوى دوري في افريقيا، الموضوع بقى فيه مشكله دلوقتي. صحيح، عندك مشكله كبيره. احنا وصلنا لمرحله اللي احنا بنجيب الحكام مش عارفين الفرقه هتلعب الخصم هيلعب ولا لا، والناس تقدر تقول لي الحلول ايه يا كابتن ابو مسلم في ظل الكلام اللي اصل انت بتفتح موضوع كبير جدا انا عارف، ويحتاج لحلقه و2 و10، ولكن الحلول ايه الحل الجذري اللي نقدر نتكلم فيه حاجه حتى لو بسيطه لغايه لما تجينا في حلقه نقدر نناقش هذا الامر؟ لان احنا بنتكلم عن حياتنا، انا حياتي في كره القدم وفي الرياضه، حضرتك حياتك في كره القدم وفي الرياضه، ممكن النهارده ما تبقاش في النادي، بكره تبقى موجود هنا، بعده تبقى هنا، ولكن الرياضه هي حياتنا. بص يا كابتن اسلام، لو جينا نتكلم عن الحلول هي عايزه قعده طويله زي ما انا بكلم. صحيح. صحيح. بس احنا بنتكلم حلول سريعه على ارض الواقع. انا ما عنديش حد يشتغل او راجل محترف في منظومه كره القدم يشتغل حاجه اسمها تطوعي. برافو عليك والله، برافو عليك يا ابو مسلم، لان الناس بتفتكر ان التطوع ده وبيتجبى عليك. انا مش عايز حد يتجبى عليا، انا مش عايز حد تطوع. انت تيجي تاخد، انت تيجي تشتغل خد مقابل، انا ما عنديش مشكله واطلب. صحيح. انت عايز، برافو عليك. انا اتمنى تكون مسابقه ليها شروط، انت يكون عندك بلان المنتخب هيلعب امتى، عندك منتخب اوروبا هيلعب امتى، ومنتخب شباب هيلعب امتى، عندك بلان موجود الناس كلها شغاله عليه. ما ينفعش يوم وليله اي فرقه تلعب في افريقيا، انت عارف النادي الاهلي هيلعب في افريقيا، النادي الزمالك هيلعب في افريقيا، بيراميدز هيلعب او بنتكلم على بيراميدز وفيوتشر مودرن سبورت قصدي. طيب انت لازم تحط لهم الجدول من كذا لكذا، هيشتغلوا من يوم كذا، هيبقى في سفر كذا هيلعبوا. امال احنا كابتن اسلام عاملين القايمه 30 لعيب ليه؟ عشان ايه؟ عشان مثلا 15 لعيب هم اللي بيعملوا روتيشن والناس الثانيه ما تلعبش.
ما انت لازم تشتغل، يكون عندك نظام، لازم يكون عندك منظومه تحكيم قادره اللي انت تعدي الحاجات دي كلها. المدربين يعني الحكام يشتغلوا، الكوبر يشتغلوا، الحاجات دي كلها لازم في شغل يشتغل. احنا الفار من ايام العثمانيين يا كابتن اسلام اللي شغالين عليه، احنا بنقعد مثلا على الفار نقعد 4 دقايق 5 دقايق في اوروبا الموضوع بيشتغل. انت فاهم الموضوع ازاي؟ لا ده انت اتفرجت على ماتش الاتحاد والداخليه؟ ايوه اتفرجت يا كابتن. شفت بالك. اتفضل. خلي بالك الحكم ده، في حكم، الحكم بيتخانق مع بتاع الفار، انا مش عارف هو مين، غندور ولا مين، كان بيتخانق مع بتاع الفار عشان الكره قال له ضربه جزاء، هو مش عايز يحسبها ضربه جزاء. فاحنا بنتكلم ان اختصاصات فيها تضارب موجوده بشكل كبير جدا. انا بكلمك عايز تعمل مسابقه قويه، يبقى انت لازم من اول الالف للياء اشتغل راجل بروفيشنال، حط الجوائز، حط يعني البلان بتاعتك الموجود. لو جيت اسالك يا كابتن اسلام، هو البلان الكره المصريه ايه؟ محدش عارف لحد المنتخب الاول حتى مثلا ما جينا نتكلم احنا نوصل امتى، يعني احنا ناخد افريقيا، نوصل كاس العالم، مفيش الكلام ده. انت فاهم الموضوع ده، احنا ماشيين كده، احنا ايه كل يوم احنا حظنا بقى النهارده اللي حصل مشكله، نحط اللي ما حصلش مشكله، الدوري ماشي زي ما هو ماشي. فده اللي احنا بنتكلم فيه. نتمنى الناس تشتغل، او الناس اللي بتدير كره القدم اسلام بيكون مش عيب هو بس مش مارس، احنا بنتكلم هو مارس بس. صحيح. انت عندك ناس اقوياء جدا في الاداره قبل كده كانوا موجودين، اللي هو الدشير حرب، راجل كان قوي جدا، ربنا يديله الصحه. صحيح، ربنا يديله الصحه. فانت بتتكلم في ناس مسكت اتحاد الكوره عندها بلان، بتعمل منتخب قوي شباب واولمبي اول، مش المجاملات اللي احنا بنشوفها. صحيح. نتمنى يا رب كل التوفيق. اخيرا رؤيتك بكره الماتش الداخليه ايه؟ اكيد ماتش صعب جدا على النادي الاهلي، بالذات انت بتلعب الخصم هو نادي الداخليه، ما عندوش اي، غير نتكلم في لغه الكوره، هو ما عندوش اي طموح، عايز يمسك في الدوري الممتاز بيده واسنانه. وكابتن عيد مناديق ابتدى بيعمل دفاع بشكل كبير جدا. وهو الفتره بقى له فتره حتى بيتغلب معدل التهديف اللي موجود في النادي الداخليه قليل، يعني واحد بيغلب واحد بيغلب اثنين، فهي عنده استموات عشان يبقى موجود في الدوري، بس الامكانيات هتبقى ضعيفه النادي الداخليه. صحيح. النادي الاهلي بكره يضغط، والنادي الاهلي ما بيكسب، وده وان شاء الله يكسب مبلغ يعني بقى كذا هدف بشكل كويس، عشان طول ما النادي الاهلي يا كابتن اسلام في المقدمه الناس كلها بتقلع، الناس كلها رجليها بتوجعها لغه الكوره. صحيح. فالناس كلها بتشوف النادي الاهلي بيكسب، بتعمل ضغط على المنافسين. صحيح. ما انا بقول لك الناس بقول لك يا كابتن اسلام للاسف هنا في مصر، يعني انا في فرقه مثلا هي متصدره الدوري بس عينيها في النادي الاهلي، طب ما انت على ارض الواقع اكسب، انت مالكش دعوه بحد. فانا بكلمك لا، هو ده كده، ده النادي الاهلي مثل اعلى، الناس كلها بتحاول تقلد النادي الاهلي. فنتمنى بكره النادي الاهلي بكره ان شاء الله مكسب كويس، يقدر يعمل ضغوط بقى في كل حاجه بقى، هتلاقي المنظومه كل ما النادي الاهلي بيقرب هتلاقي المنظومه كلها فيها اتجاه للدوري الاخر. لا دي قصه ثانيه بقى. أيوة. ومن سيقبل بهذا الامر يعني؟ انا بقول لك كابتن اسلام، ده حدث، ده الفتره اللي جايه اللي هتسمعه، يعني البلان الفتره اللي جايه اللي تبتدي الناس اللي هتبتدي البرامج الرياضيه تبتدي تعمل لك، يقول لك المنتخب الاولمبي ولازم الدنيا تتغير ومش عايزين يودوا مصلحه المنتخب مصلحه الكلام دوت. فالفترة اللي جاية هتلاقي دي البالون اللي طالع الفترة الجاية، بقول لك دلوقتي. عموما أنا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق ونجم منتخبنا الوطني، وكلام مهم جدا الحقيقة.